السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هناخد تطبيقات على الشرح. النهاردة في المحاضرة مع دكتور محمد حلمي هناخد ازاي نحسب reactions في حالتين. اول حالة لو كل structure فيها intermediate hinge، تاني حاجة اما يكون structure فيها link member. فبارت 1 عندي الرياكشن للstructures اللي فيها intermediate hinge. اول حاجة هراجع ايه هو الانترميديات هنج. تاني الانترميديات هنج هي مفصلة داخلية، مفصلة داخلية بتبقى منتشرة اكتر في حالة الكبالة. يعني ده كده مثلا جزئين كوبري، دي مفصلة داخلية. المفصلة الداخلية ديت بتخلي الاستراكشر بتاعنا فليكسبل مرن، حر الحركة، يعني مسموح بحركة، بيقلل الاسترس اللي موجود على الكوبري نتيجة الهبوط في القواعد. ممكن القاعدة دي مثلا يحصل لها هبوط، فالانترميديات هنج ديت هي اللي بتمتص الاسترس الزيادة اللي جاية نتيجة الهبوط اللي هو السيتلمنت. تاني حاجة بتقلل برضو الاسترسز نتيجة درجة الحرارة. درجة الحرارة لو زادت بيحصل تمدد لأجزاء الكوبري، فالانترميديات هنج ديات بتمتص الزيادة في الحركة، وبالتالي بتمتص الاسترسز الزيادة الناتجة عن تغيير درجة الحرارة. يبقى ده فايدة الانترميديات هنج. طيب كاستراكشرز بقى او كحل، اول حاجة كإنديكيشن احنا بنعملها إنديكيشن عبارة عن دايرة بتوصل ما بين جزئين او كذا جزء، ممكن يبقاش جزئين بس، ممكن تبقى كذا جزء. بتفصل الترميديات هنج دي بتفصل الاستراكشر لجزئين. طيب يعني نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعرف استخدمها ازاي في الحل، او ازاي اطلع الرياكشنز باستخدام الانترميديات هنج. الانترميديات هنج ديت ما بتنقلش المومنت من الجزء اليمين للشمال ولا من الجزء الشمال للجزء اليمين، يعني كل جزء بقى منفصل لوحده. يعني بتديني معادلتين حل، سميشن المومنت رايت بتساوي صفر، وسميشن المومنت ليفت بيساوي صفر. يعني لو عندنا كاميرا كده فيها انترميديات هنج بالشكل ده، بتفصل الجزء اليمين عن الجزء الشمال، بقت دي كاميرا منفصلة ودي كاميرا منفصلة تانية. الكاميرتين دول بيحسوا ببعض عن طريق نقل الرياكشنز الرأسية والرياكشنز الأفقية. يعني عند مكان اتصال هنا بيتولد رياكشن رأسي ورياكشن أفق، رياكشن رأسي ورياكشن أفق. الرياكشن الرأسي والرياكشن الأفق دول بيتنقلوا أو بيتعكسوا على الجزء التاني علشان يحسوا ببعض، عشان الجزء من الاستراكشر يحس بالجزء التاني. يعني ايه بيحس بالجزء التاني؟ يعني في جزء متحمل على جزء. ده في حاجة كنا خدناها برضو اسمها الشايل والمتشال مع دكتور حلمي. يعني ايه الشايل والمتشال؟ احنا عندنا في الاستراكشر ده في جزء ثابت وفي جزء ضعيف. الجزء الثابت اللي هو متزن، متزن يعني ايه؟ يعني عدد الرياكشنز فيه قد عدد الاكويشنز. والجزء الغير متزن هو الجزء عدد الرياكشنز اقل من عدد الاكويشن. طيب عندي في جزء واحد وده جزء اتنين، وده شكل السبورت بتاعتنا. فين الجزء الثابت او متزن وفي جزء غير متزن؟ نيجي نشوف الجزء اليمين ده في كام رياكشن؟ رياكشن واحد بس. طب الجزء الشمال فيه 3 رياكشن، يبقى الجزء الشمال ده هو الجزء الشايل،
هيشيل مين الجزء اليمين، يبقى ده كده المتشيل. يعني الرياكشنز اللي موجودة على الجزء اليمين هتتحمل او هتتعكس على الجزء الشمال. يعني في جزء متشال وده الجزء الشايل. الرياكشن اللي هنا الرأسي هيتعكس هنا، والرياكشن الافقي هيتعكس هنا. اكزامبل تاني برضو، لما يكون عندي في حالة فريم، ودي الترميديات هنج. الترميديات هنج ديت بتفصل جزء يمين عن جزء شمال، وبرضو الرياكشنز اللي موجودة عندي هنا بتتعكس على الجزء التاني. الاف واي وده الاف واي وده الاف اكس وده الاف اكس. طيب عندي الحالة كمان حاجة هنقولها، الانترميديت هنج ديت مش شرط تديني معادلتين بس، ممكن تديني اكتر من معادلة. ده معتمد على عدد الممبرز اللي مرتبط او اللي بتربط بينهم. يعني لو في عندي ممبر وفي انترميديت هنج من تحت وده الممبر التاني، ده كده الانترميديت هنج ديت فصل ما بين تو ممبرز، فهتديني معادلتين. اما تديني معادلة داون سميشن مومنت داون بتساوي زيرو، او سميشن مومنت اب بتساوي زيرو. طيب ممكن تكون عندي الاستراكشر ده رابط ما بين الشكل ده كده. ده هنا في الحالة ديت الانترميديت هنج ديت هتفصل، هتديني تلات معادلات او هتفصل بالتلات تلاتة ممبرز. ده ممبر وده التاني وده التالت. عدد الاكويشنز بقى اللي تدهالي، او قبل ما اخش عدد الاكويشن هناخد الحالة التالتة. اما تكون عندي الانترميديت هنج فصل ما بين اربعة ممبر، ديت كده هتديني اما معادلة يمين او معادلة شمال او تحت يمين او شمال. عدد الاكويشنز اللي هستخدمها في الحل في حالات الكوبيب اكويشن، الان عدد المعادلات هتساوي عدد الممبرز ناقص الواحد. يعني هنا دي هتديني معادلة واحدة، الان هنا هتساوي واحد، هنا الان هتساوي اتنين، هنا الان هتساوي تلاتة. يعني اما تديني سميشن المومنت فوق او سميشن المومنت تحت، يا اما فوق او تحت. في الحالة دي اما تديني ده وده، او ممكن تديني معادلة تانية ديت مثلا ودي، او ممكن تديني معادلة تالتة اللي هي مثلا ده وده. فعندي هتديني معادلتين، اما الاتنين الاسود او الاثنين الازرق او الاثنين الاخضر. نفس الكلام في الحاله الثالثه، اما تديني ثلاث معادلات، اما ده معادله دي مع دي مع دي، او ممكن تديني معادله ثالثه زي مثلا ديت مع دي مع دي، او تديني معادله حل ثالث تديني مثلا ده مع ده مع ده. يعني بتديني ثلاثة من الأربعة من الأربعة ممبرز. طيب نيجي بقى دلوقتي هنبدأ ناخد إكزامبل أو تطبيقات على استخدام اللينك ترميديات هنج. هناخد أول إكزامبل ده، إكزامبل واحد. عندي كاميرا عليها حمل موزع 4 طن على المتر، ومومنت مركز 5 طن متر، وحمل مايل 8 طن بزاوية 30، وفي سبورت مايل اللي هو سبورت الأخير ده بزاوية 30. عايز يحسب الرياكشنز الموجودة في السبورتس. أول خطوة بنعمل بنحدد بنسمي الجوينت، بدي جوينت A وجوينت B وإترميديت هنج دي هسميها C وسبورت الأخير الدي.
الخطوة التانية بنحدد الرياكشنز. سبورت A ده هنج يبقى فيها XA والYA. سبورت B ده رولر يبقى فيه رياكشن Y يبقى YB. وسبورت D ده رولر بس مايل هيبقى فيه RD مايلة مع عمودية على السبورت. الخطوة الثالثة أي حمل موزع هنركزه، أي حمل مايل هنحلله. الحمل الموزع ده طوله 8 وقيمته 4، يبقى لما اجي اركزه هيتركز في النص على مسافة 4 و 4 قيمته 4 في 8. الحمل المايل 8 مايل بزاوية 30، يبقى المجاور للزاوية 8 كوزين 30 والمقابل ليها 8 سين 30. برضو الرياكشن، الرياكشن عندي هنا مايل بزاوية 30. طيب عايزين نطلع التحليل بتاعه. أنا عندي الزاوية 30 ده بين الأفقي وبين المايل، وعندي الأر ديت هنحللها أفقي وهنحللها رأسي. يبقى الزاوية 30 ما بين الأفقي والمايل، الزاوية ما بين الخط المايل ده والرياكشن قلنا لازم تكون عمودية عليها، إن الرياكشن عمودي على السبورت، تبقى بقية الزاوية هنا ديت 60. وبالتالي العلاقة ما بين الأفق والرأسي دي هتبقى 30. احنا بندور على الزاوية اللي ما بين التو فورس، بين التو فورس تحليل، يعني ما بين الفورس ديت وبين الفورس دي هتبقى الرأسية ار دي كوزين 30 والأفقية ار دي ساين 30. طيب الخطوة اللي بعدها حددنا الرياكشن، حللنا الأحمال المايلة وركزنا الأحمال الموزعة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل المعادلات. اول معادلة عندي احنا عايزين ندور على نشوف نحسب الرياكشن. لو خدنا سبميشن فورس في اتجاه الاكس، اكس ايه ناقص الار ساين 30 فيها مجهولين مش عارف اطلعهم مش عارف استخدمهم في حاجة، ناقص 8 كوزين 30. لو خد سميشن فورس في اتجاه الواي هيطلع معادلة فيها 3 مجاهيل. طيب لو خدنا مومنت عند A هيطلع لي معادلة فيها كم مجهول؟ الواي بي والار دي كوزين 30. لو خدنا مومنت عند البي هيطلع معادلة فيها واي اي والار دي. ولو خدنا مومنت عند السي هيطلع معادلة فيها الواي اي والواي بي. يبقى المومنت عند اي سبورت مش هعرف اجيب منه اي رياكشن، يبقى الانترميديت هنج ديت لازم استخدمها. هنستخدمها ازاي؟ هناخد اما المومنت يمين يا اما المومنت شمال، ان دي هتديني معادله من الاثنين. لو خدنا المومنت شمال هيطلع لي معادله فيها مجهولين الواي اي والواي بي مش هتفيدنا في حاجه. يبقى هاخد لو خدنا المومنت يمين هيطلع لي معادله فيها الار دي. طب عندي معادله هتقولي بقى 8 ساين 30 الرأسيه في المسافة الأفقية 2 وآر كوزين 30 في المسافة الأفقية 4 والآر ساين 30 دي موازية أو هتمر بنقطة سي فمش هتعمل مومنت. طيب هنفرض المومنت الموجب مع عقارب الساعة ده هيبقى عندي 8 ساين 30 في 2 ناقص الآر دي كوزين 30 في 4 بتساوي 0. تطلع الار دي بتساوي 2 3 1 طن واتجاه طالع لفوق، يعني ثلاث موجبه يعني اتجاهنا صح لفوق. طيب كده هنقدر نستخدم سميشن فورس في اتجاه الاكس. الار دي طلعتها وبالتالي الار كوزين بقت معانا والار ساين بقت معانا. سميشن فورس في اتجاه اكس وقفت الاتجاه الموجب رايح ناحيه اليمين، يبقى الاكس ايه ناقص 8 كوزين 30 ناقص الار ساين 30. تطلع الاكس اي والار 2 1 30. هطلع الاكس اي بتساوي 8 0 8 طن رايح ناحية اليمين. طيب نيجي بقى نطلع دلوقتي سميشن للمومنت، عايزين نطلع اللي اي طلعنا الار وطلعنا الاكس، عايزين نطلع الواي اي او نطلع الواي بي.
اما ناخد المومنت عند A هنطلع الواي B، او ناخد المومنت عند B هنطلع الواي A. لو خدت المومنت عند A هقول عندي 32 وهو في اتجاه الموجب مع عرب الساعة، 32 في 4، وبعد كده في مومنت 5. المومنت 5 ده مومنت صريح ما بيتضربش في مسافة، اللي بيتضرب في مسافة هو الحمل بس، الحمل بيتضرب في مسافة عمودية عالية. يبقى أقول 32 في 4 ناقص 5 ناقص الواي بي في 8 زائد 8 ساين 30 في المسافة الأفقية كلها اللي هي 8 و 4 و 2 هيبقى 14 ناقص الأركوزين 30 في المسافة الكلية بتاعت الكاميرا اللي هي 8 و 4 و 2 و 2 16. هيطلع عندي الواي بي ب 18.37 وطلعت موجبة، يعني برضو الفرد بتاعنا صح طالع لفوق. طيب عايزين بقى نطلع الواي بي، طلع الواي اي. طيب ممكن ناخد المومنت عند البي هنطلع الواي اي، وممكن ناخد المومنت في الاتجاه ده ليفت هنطلع الواي اي. طب لو خد المومنت ده في الاتجاه الليفت هنعمل ايه؟ وافد اللي مع عقرب الساعة برضو موجب، يبقى الواي بي اللي هطلعناها في المسافة 4 والواي اي اللي احنا عايزينها في المسافة 12 وناقص 32 في المسافة 8 ناقص 5. تطلع عندي الواي اي بموجب 15.36 برضو طلع لفوق. طب نيجي نعمل تشيك بقى، طلعنا كل الرياكشنز. هنستخدم معادله ما استخدمناهاش قبل كده اللي هي ايه، سميشن فورس في اتجاه الواي، او نستخدم سميشن المومنت عند نقطه بي. لو خدت سميشن فورس في اتجاه الواي هقول الواي اي زائد الواي بي، الواي اي زائد الواي بي زائد الار دي كوزين 30 ناقص 8 ساين 30 ناقص 32 بتساوي 0. لازم تساوي زيرو، مش هتساوي بالزيرو على طول، لازم تتأكد ان الرقم ده هيساوي زيرو. طيب ده كده اول اكزامبل. الاكزامبل التاني في حالة وجود اتنين انترميديات هنج، برضو الكاميرا ديت فيها فيكسد سبورت ورولر ورولر وتو انترميديات هنج، هنسمي يبقى ده كده اكزامبل اتنين. هنسمي عدد، هنسمي سبورت ايه، انترميديات هنج تبقى بي، سبورت اللي بعده سي، انترميديت هنج دي، سبورت الاخير اي. سبورت ايه فيه 3 رياكشن، اكس اي والواي اي والام اي. سبورت سي ده رولر في رياكشن واحد، وسبورت اي رولر في رياكشن واحد برضو. الحمل الخطوه الثالثه، الحمل الموزع نركزه والحمل المايل نحلله. طيب نشوف الحمل، مفيش حمل مايل، عندنا بس احمال موزعه. لما نيجي نركز الحمل الموزع، ركز الحمل عند يعني ما بين الانترميديت هنج، يعني هنعمل الحمل ده لوحده، ده هنركزه لوحده وده هنركزه لوحده علشان نعرف نحل. عشان لو خدت المومنت يمين يبقى خدت الحمل الموزع اليمين بس، ما خدتش الحمل التوتال بتاع الاحمال كلها، بتاع الحمل الموزع كله. يبقى الحمل الموزع هنركزه ما بين الانترميديت هنج، يعني من الدي لغايه الاي طوله 4، يبقى 4 في 4 في 16. ومن عندي من الدي لغايه البي طولها 4 برضو هتبقى 16. طيب الخطوه اللي بعدها هنيجي نشوف ايه المعادلات اللي ممكن استخدمها. سميشن فورس في اتجاه الواي مش هتعمل بيها حاجه، ان هي هتطلع لي واي اي والواي سي والواي اي. لو خدت المومنت عند ايه او عند اي سبورت هيطلع لي معادله فيها كذا مجهول، يعني لو خدت عند ايه هيطلع معادله فيها ام اي والواي و الواي سي والواي اي. طب لو خدت مومنت عند السي هيطلع معادله فيها الام اي والواي اي والواي اي. نفس الكلام لو خدتها عند ايه. طيب لو خدت المومنت يبقى لازم استخدم انترميديت هنج،
هاخد كل انترميديت هنج واستخدمها لوحدها. يعني لو خدت المومنت عندي الدي رايت هتطلع لي معادله فيها مجهول الواي اي، يبقى دي هستخدمها. لو كنت اخدته ليفت هيطلع لي معادله فيها كذا مجهول مش هستخدمها في حاجه دلوقتي. يبقى اول خطوه هناخد المومنت عند الدي رايت، هقول 16 في 2 ناقص الواي اي في 4، تطلع الواي اي بتساوي 8. سميشن فورس في اتجاه الاكس، الاكس اي بزيرو، مفيش اي فورس في اكس في الكاميرا عندي. طيب الخطوه اللي بعدها طلعنا الواي اي، طيب عندي واي سي. لو خدت المومنت عند البي رايت واحنا معانا الواي اي، مش كده هنجيب منها الواي سي؟ يبقى هنجيب منها كده الواي سي، يبقى هنقول ايه 16 في 2 زائد 5 في 4 زائد 16 في 6 ناقص الواي اي اللي احنا جبناها في 8 لغايه هنا ناقص الواي سي في المسافه 2. هناخد المومنت عند بي، كل الرايت ده من هنا هنطلع الواي سي هتساوي موجب 42. الخطوه اللي بعدها هناخد سميشن فورس في اتجاه الواي بتساوي 0. لو خدتها ديت في الحل هستخدم التشيك بتاعنا معادله تانية، نقول واي اي زائد 42 اللي هي واي سي زائد 8 اللي هي الواي اي ناقص الاحمال الرأسيه بقى الخمسة والستاشر والستاشر، تطلع الواي اي بسالب 13. يعني اتجاهنا كان غلط وفوت الاتجاه الصح هيبقى نازل لتحت. طيب الخطوه اللي بعدها عايزين نطلع، طلعنا الواي اي خلاص وطلعنا الاكس اي، فاضل طلع الام اي. لو خدنا المومنت عند البي شمال وفضل مع قرب الساعة والموجب، يبقى قول 10 زائد الواي اي اللي هطلعناها في اللي هطلعناها باتجاه العكس، يبقى العشرة ناقص الواي اي في المسافة دي كده بقى غلط دلوقتي، في المسافة 4 ناقص الام اي. تطلع الام اي بتساوي سالب 42، يعني فرض الام برضو اللي احنا فرضناه كان غلط وفرض الصح ان هو ماشي مع عقارب الساعة. طب نيجي نعمل تشيك، هنحط الكاميرا بالاحمال بتاعتها النهائية، ودي المسافات اللي عندنا 4 و4 و2 و2 ديت 4 و2 و2. هناخد بقى معادلة ما استخدمناهاش قبل كده، اخد مثلا المومنت عند البي، ممكن هتقولي لا هاخد المومنت عند سي، واحد بيقول اخد المومنت عند ايه، اللي انت عايزه اعمله بس ما تكونش معادلة استخدمتها قبل كده. هناخد المومنت عند ايه، هقول 42 وافد الموجب معرب الساعة زائد 10 زائد 16 في 6 ناقص 42 في 6 زائد 5 في 8 زائد 16 في 10 ناقص 8 في 12. هنتأكد من كل دور انه هيطلع بصفر، لو ما طلعش بصفر يبقى حلك في حاجة غلط، لازم ترجع تعمل تشيك على نفسك. طيب هناخد اكزامبل تالت، برضو كاميرا فيها 2 انترميديت هنج، بس الكاميرا ديت الانترميديت هنج في النص. طيب اول حاجه برضو هنحلل الحمل، هنركز الحمل الموزع وهنحلل الرياكشنز. عندي واي اي سبورت اي فيها الواي اي، سبورت بي فيها واي بي، وسبورت اي فيها 3 ام اي والاكس اي والواي اي. اول حاجه ودي عليها حمل 5 و10 و10 افقي، حمل موزع ب2 ومومنت مركز عند النقطه ديت ب4.
اول خطوه سميشن فورس في اتجاه الاكس هيطلع 10 ناقص الاكس اي بتساوي 0، بالتالي الاكس اي هتساوي 10 وفرضك صح. طيب الخطوه اللي بعدها هنيجي نفكر، لو خدنا المومنت عند ايه هيطلع لي معادله فيها الواي بي والواي اي والام اي. طيب لو خدنا المومنت عند بي هيطلع معادله فيها الواي اي والواي اي والام اي. طيب لو استخدمنا الانترميديت هنج كده، معادلتين اللي فاتوا فيهم ثلاث مجاهيل، لو استخدمنا الانترميديت هنج هناخد المومنت عند السي ليفت، هيطلع لي معادله فيها الواي اي والواي بي. ولو خدنا عند الدي ليفت هيطلع لي برضو معادله فيها الواي اي والواي بي. مش عارفين نوصل لمعادله تديني مجهول واحد، فهنضطر هنا هنشتغل معادلتين في مجهولين. يبقى هنطلع سميشن المومنت عند السي ليفت هيطلع معادله فيها مجهولين، وهناخد عند الدي ليفت هيطلع برضو معادله فيها مجهولين. هنحلهم مع بعض، هنطلع الواي بي وهنطلع الواي اي. طيب عايزين نطلع الرياكشنز التانية. لو خدنا المومنت عند نقطة سي رايت هيطلع لي معادلة فيها الواي اي والام اي، ولو خدنا عند الدي رايت هيطلع لي برضو معادلة فيها الواي اي والام اي. ممكن نحلهم مع بعض ونطلع الام اي والواي اي. بعد كده هنعمل التشيك بتاعنا. انا هنا استخدمت سميشن فورس في اتجاه الواي، طلعت الواي إيه، طلعت الواي اي، طلعت الواي اي ان الواي بي والواي اي طلعناه. بعد كده خدت سميشن المومنت عند الدي رايت طلعت منها الام اي. هنيجي بقى نحط الاحمال بتاعتنا كلها ونعمل التشيك بتاعنا. هستخدم معادلة ما استخدمناهاش قبل كده، هنستخدم مثلا المومنت عند اي، او ممكن نستخدم مومنت عند بي، او ممكن نستخدم مومنت عند اي براحتك. لو خدنا المومنت عند اي هقول عندي الام اي، الام اي اللي هي 26.67 زائد الاربعة هفرضين المعرب الساعة والموجب. بعد كده الحمل الموزع ده 12 هيتضرب في مسافة دي 3 ودي 4 يبقى هيتضرب في مسافة 7. بعد كده الرياكشن واي بي اللي هي 17.22 تتضرب في مسافة 14، والواي اي تتضرب في مسافة التوتال اللي هي 20. بعد كده العشرة هتتضرب في مسافة اللي هي 16، والخمسة في مسافة 18. هنعمل تشيك ان الحل بتاعنا بيساوي 0. لو ساوي 0 يبقى حلك صح. طيب الحل ده كده طويل، ممكن نستخدم طريقة تانية، طريقة حاجة اسمها الشايل والمتشال، بتسهل الحل. ازاي؟ عندي مثلا كاميرا زي دي كده اللي خدناها ديت، هنفصل عند انترميديت هنج، الكاميرا ديت هطلعها فوق او هقطع عند الانترميديت هنج، هلاقي عندي الكاميرا اللي فوق ديت ملهاش اي سبورت، والكاميرا اللي تحت يمين ليها سبورت فيكسد والشمال ليها تو سبورت. الكاميرا توتال ممنوعة من الحركة اكس نتيجة الفيكسد ده، فمش شرط يكون الاتنين دول واحد هنج وواحد رولر. لو الاتنين رولر برضو هيبقى ستيبل ليه او هيبقى متزن ليه، علشان كده فيها تو رياكشنز. الرياكشن التالت موجود عند السبورت الاخير، لان الكاميرا كلها متصلة ببعض او الكاميرا كلها ممنوعة من الحركة في اتجاه اكس. طيب عايزين بقى فين الجزء الشايل والجزء المتشال. الجزء اللي فيه سبورت فيه 3 رياكشن، او في الجزء اللي فيه 3 رياكشن هو ده الجزء الستيبل. يعني البارت 3 ده ستيبل يبقى ده شايل، والبارت 2 ده برضو شايل.
هو هنا قدامي فيه تو رياكشن، بس الرياكشن التالت موجود فين؟ موجود تأثيره في الفيكسد سبورت، وبالتالي عندي من الجزء المتشال الجزء اللي مفهوش سبورت اللي هو البارت واحد ده متشال. هنحسب الرياكشن عند نقطة سي وعند نقطة دي، حسبناها سي ودي دون، كل نقطة من دول فيها اكس وواي، ان ديت هنج الترميديات هنج يعني هنج فيها اكس وفيها واي، فيها اكس دي وواي دي. بعد ما نحسب القيم ديت الواي سي هتتعكس هنا والاكس سي، وهنا الواي سي الواي دي وديت الاكس دي. طيب الجزء اللي فوق ده معلهوش اي احمال في اتجاه اكس، فبالتالي الاكس دي بزيرو والاكس سي بزيرو، خلاص ده كده تأثيره راح وده تأثيره راح كده. يبقى مطلوب احسب الواي سي ونحسب الواي دي. هنيجي ناخد بارت 1، لو خد المومنت عند السي هنطلع الواي دي، سميشن فورس في اتجاه الواي هنطلع منها الواي سي. يبقى لو خد المومنت عند سي هقول عندي الحمل الموزع 12 في المسافة 3 ناقص الواي دي في المسافة 6 زائد الأربعة هتساوي زيرو، تطلع الواي دي بتساوي 6.67. سميشن فورس في اتجاه الواي هنطلع الواي سي بخمسة تلاتة وتلاتين. طيب نيجي بقى البارت 2، هنا ده كان واي سي اللي هو خمسة تلاتة وتلاتين كان طالع لفوق فهننزله تحت. هنحل الكاميرا دي لوحدها، هناخد المومنت عند ايه هنطلع الواي بي، سميشن فورس في اتجاه الواي هنطلع الواي ايه، او ممكن ناخد سميشن المومنت عند بي هنطلع الواي ايه. هناخد بعد كده البارت التالت، كان عندنا الواي دي بتساوي 6.67، هقول سميشن فورس في اتجاه الواي بتساوي هطلع الواي اي، سميشن المومنت عند الاي هنطلع الام اي بتساوي 26.67. فاضل بقى نحسب الاكس اي، الاكس دي بحسبها من الاستراكشر كله، ده بحسبها من الكاميرا التوتال كلها قبل الفصل، فهتطلع الاكس اي هتساوي 10 من معادلة سميشن فورس في اتجاه الاكس بتساوي 0. طيب ده كده الاكزامبل التالت. هنيجي الاكزامبل رقم 4، ادخل على الاكزامبل رقم 4، كان ممكن الحل المسألة اللي التانية برضو نحلها بطريقة الشايل والمتشال. ازاي؟ احنا عندنا الكاميرا بتاعتنا بالشكل ده، في انترميديت هنج عند دي وفي انترميديت هنج عند بي، فهنفصل الكاميرا لتلات تلات اجزاء. هاي الكاميرا بتاعتنا كانت عامله كده، وهنا كان في حمل موزع، كان في حمل مركز هنا، وهنا في مومنت مركز A B C D E. طب دي كنت ممكن احلها ازاي؟ اما اجي افصل الانترميديت هنج ده جزء وده جزء تاني وده الجزء التالت، فين الجزء الثابت؟ ده الجزء الثابت ان فيه تلاتة رياكشن واي واكس مومنت، يبقى ده الجزء الشايل. طب هيشيل مين؟ هيشيل اللي قبله على طول، يبقى لازم هنا هيبقى فيه هنج. ليه احط هنج هنا؟ علشان الهنج ديت هي اللي هتنقل الرياكشن من نقطة بي للنقطة دي، وبالتالي هنيجي نحلها هنعمل كده ودي هتبقى فوقيها، يبقى هنا في تو رياكشن.
التو رياكشن دول هيتعكسوا هنا. طيب دلوقتي بقى عندنا كاميرا فيها هنج وفيها رولر، بقت تعتبر ستيبل. ستيبل ليه؟ ان هي متشاله على اللي قبلها. طب الكاميرا اللي قبلها ديت دي كده برضو انستيبل. طيب ازاي هتحس، ازاي هتنقل حملها على ديت؟ عن طريق هنج هنا في المكان ده. الهنج ده عند نقطه دي هو اللي هينقل الرياكشن، هيتولد فيه تو رياكشن. التو رياكشن دول هيتعكسوا هنا، يبقى ديت متشاله واحد ودي متشاله اتنين ودي شايله. المتشاله واحد ديت متحمله على المتشاله اتنين عن طريق الكونكشن دي، والمتشاله اتنين دي متحمله على الشايله عن طريق الكونكشن دي. يبقى نحل الجزء واحد ده لوحده الاول ونطلع الرياكشن الواي دي والاكس دي. يبقى هناخد بعد كده هناخد هنعكسهم هنا، نحل جزء رقم اتنين، يبقى ده كده بارت واحد. بعد كده هنحاول نحل بارت اتنين، هنجيب الرياكشن اللي هو الواي بي والاكس بي هنعكسهم هنا. بعد كده نحل بارت تلاتة، ده عشان برضو نسهل الحل ونفهم عن ايه شايل وعن ايه متشال. طيب نيجي ناخد اكزامبل رقم اربعة اللي قلنا عليه دلوقتي اللي هو الفريم. ده فريم فيه سبورت مايل بزاوية 30 زي اللي خدناه في الاكزامبل الاول وفيكسد سبورت. هناخد خطوات الحل بتاعتهم. اول حاجة الحمل الحد السبورت بتاعتنا الفيكسد في اكس وواي ومومنت، وعند نقطة سي الرولر اسمها ار سي. الخطوة اللي بعدها الحمل الموزع هنحلله، اي هنركزه فهو 24 × 6 وكانت المسافة ديت 2 ودي 4 فهيتاكد على مسافة 3 و3. والرياكشن المايل ده 30 هنحلله برضو بنفس الطريقة اللي فاتت، الزاوية 30 ما بين الافق والمايل، فدي الزاوية 30 اهي ودي المكملة بتاعتها تبقى ديت 30. تبقى الرأسية ار كوزين 30 والافقية ار سين 30. طيب الخطوة اللي بعدها نعمل ايه؟ هنشوف بقى هنستخدم انهي معادلة. هناخد هنستخدم الانترميديت، مادام في انترميديت هنج يبقى هنستخدمها. هناخد المومنت عند البي رايت، قول عندي 8 زائد 10 في المسافة الأفقية اللي هي 6 زائد الار ساين 30 في المسافة الرأسية اللي هي 4 زائد ناقص الار كوزين 30 في المسافة الأفقية اللي هي 4. هنطلع منها الار سي. نيجي بعد كده نسميشها فورس في اتجاه الاكس. احنا معانا 5 والاكس اي والار ساين 30، هنطلع منها الاكس اي. سميشها فورس في اتجاه الواي، هنطلع الواي اي. طلعت بسالب يعني اتجاهنا غلط، المفروض تنزل لتحت. بعد كده هناخد المومنت عند نقطه بي ليفت، المومنت عند بي هناخده ليفت كده. معانا الـ X A ومعانا الـ Y A، هنطلع منها الـ M A. هقول بقى معادلة ايه؟ 24 في المسافة 3 زائد 5 في المسافة الرأسية 3، المسافة العمود ده ارتفاعه 6، زائد الـ X A في المسافة 6 ناقص الـ Y A في المسافة 4 زائد الـ M A. هنطلع الـ M A ب221.2. طب اللي تشيك هناخد مومنت اما عند الاي اما عند السي. لو خدنا مومنت عند الاي
هقول عندي 24 ديت تتضرب في المسافة لغاية ما اوصل نقطة A اللي هي المسافة الصغيرة دي، دي كلها كانت 4 ودي 3، فدي هتبقى 1 زائد ال MA زائد 5 في 3 زائد 8 زائد 10 في المسافة الأفقية ناقص ال R كوزين 30 في المسافة 8، بعد كده ال R ساين 30 في المسافة اللي هي 2. علامة تشيك بالكلام ده كله لازم يطلع بزيرو لو حلك صح. طيب هناخد اكزامبل تاني معقد شوية. ده فريم في 2 انترميديت هنج وفي فيكسد سبورت وهنج ورولر. اول حاجة لازم اعرف افرق اذا كانت انترميديت هنج موجودة تحت الممبر ولا اذا كانت داخلة جوه الممبر نفسه. ده جزء مهم. دي هتديني معادلتين، واحدة دي او دي، دي هتديني 2 من 3. لازم ناخد بالنا مكان الانترميديت هنج موجودة فين. يعني في الحالة دي كده في انترميديت هنج هنا اهي، وفي انترميديت هنج وصلة ما بين 3. طب عندي كام رياكشن؟ الفيكسد فيه 3 والهنج فيها 2 والرولر فيها 1. طب عايزين نبدأ نطلع اي واحدة منهم. هناخد اول حاجة المومنت عند الاي رايت. هنطلع منها مين؟ هنطلع منها الواي سي. هقول ال 24 هو الحمل الموزع اللي ركزته في مسافة 3 زائد 10 ناقص الواي سي في المسافة 6. الخطوة اللي بعدها عايزين نطلع الاكس بي او الواي بي. لو خدت المومنت عند الاي داون تحت هيطلع لي معادلة فيها ايه؟ الواي بي هتروح، هنطلع منها الاكس بي. طيب عايزين بقى نطلع الواي بي، اطلعها ازاي؟ احنا لو فصلنا الانترميديت هنج في المكان ده هتفصل مين عن مين؟ هتفصل الجزء اليمين ده كله عن الجزء اللي فوق الشمال ده كله. الجزء الشمال اللي هو عامل كده. طيب لو خدنا المومنت عند الدي رايت، انا معانا الاكس بي ومعانا الواي سي، هنطلع منها الواي بي. سميشن فورس في اتجاه الواي هنطلع الواي اي. سميشن فورس في اتجاه الاكس هنطلع الاكس اي. سميشن المومنت عايزين نطلع الام اي دلوقتي. ممكن ناخد المومنت عند الاي لكل الاستراكشر، او ممكن ناخد المومنت عند الدي ليفت هنطلع منها الام اي. يبقى نيجي نشوف خطواتنا هنا. ده كده التفكير بتاعنا. المومنت عند اي رايت هنطلع الواي سي، عند الاي داون هنطلع الاكس بي، عند الدي رايت زي ما قلنا هنطلع الواي بي. فمش الفورس في اتجاه الاكس هنطلع الاكس بي. سميشن المومنت عند الاي هنطلع الام اي. هنحط الاحمال بتاعت سميشن فورس في اتجاه الواي هنطلع الواي اي. هنحط الرياكشنز بتاعتنا اللي طلعناها ونعمل التشيك بتاعنا. التشيك عندنا هنقول المومنت مثلا عند بي، عند بي هنا هتساوي ايه؟ كل حمل في المسافة بتاعته. اقول اول حاجة عند 12 و10 و24 في المسافة 3 والخمسة في المسافة 2 والخمسة التانية في المسافة 2 ال12 في المسافة 3
وفي خمسة تانية في المسافة التوتال اللي هي 9. ناخد الموت عند البي، يبقى الاثنين والخمستاشر دول مش هيدخلوا معانا، يبقى 13.67 في المسافة 6، 17 في المسافة 6، 93 والسبعة مش هتدخل معانا برضو. هنحسب كل دول، لازم لو حلك صح لازم يطلع بزيرو كده. يبقى خدنا الاكزامبلز لحالة استكشر فيها انترميديات هينج.